قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا السيد خالد المشري. سيد خالد المشري، مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا جزيلا لك ولكل المستمعين الكرام ولقناتكم الموقرة، ونتمنى أن يكون هذا اللقاء يعني بكورة أعمال. مرحبا بك، ويرافقني في حواري معك أيمن بوغاني أستاذ جامعي. مرحبا بك أيمن. وليك عايشك، وشكرا على الاستضافة مع الأستاذ والسيد الرئيس، ونرحبوا به وإن شاء الله فعلا يكون مقدمة باكورة أعمال. يواصل معنا أيضا زميلنا الصحفي بسام حمدي، مرحبا بك مرة أخرى. إذا عدة نقاط اليوم نطرحوها معك سيد خالد المشري، على رأسها الوضع الحالي في الشقيقة ليبيا، أيضا آخر المساعي لحل حالة الأزمة بين الفرقاء الليبيين. نبدأ معك إذا حوارنا سيد خالد المشري، لو تصف للرأي العام في تونس الوضع الحالي في ليبيا. شكرا جزيلا. أولا قبل أن نتحدث عن الشأن الليبي، لابد أن نتقدم بالتهاني للشعب التونسي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكان المنتصر الحقيقة هو الشعب التونسي، بغض النظر على من وصل إلى البرلمان أو من وصل إلى الحكومة أو من وصل إلى رئاسة الدولة، لكن الشعب التونسي هو الذي انتصر وهو الذي حقق إرادته، وهذه هي الذي نسعى إليه في ليبيا، وهو تحقيق إرادة الشعب. فتهانينا الحارة للشعب التونسي ولكل من فاز، وأيضا إن شاء الله حظوظ أوفر لمن يفوز، ونتمنى أن تكون تونس تسير على الطريق اللي عهدناها عليه وهو موضوع التوافق. ومن هذه النقطة، من نقطة التوافق، يعني ندخل للملف الليبي. للأسف الشديد في ليبيا لم يكن هناك توافقات، أو لم تبنى السياسة في ليبيا على التوافقات، وإنما بنيت على استبعاد الخصم، وبنيت على الإقصاء، وبنيت على المعادلة السفرية إذا جاز التعبير، إما أن أكون كاملا أو لا أكون. وهذه بصراحة كانت بداياتها مع المؤتمر الوطني العام، وأدى يعني هذا الأمر إلى محاولة إخراج المؤتمر الوطني العام من المشهد في ليبيا، وإجراء انتخابات مبكرة شابتها عيوب قانونية. قمت أنا شخصيا برفع قضية ضد البرلمان في ذلك الوقت، وأنه أنشئ على قانون باطل، والمحكمة الدستورية العليا أبطلت وجود البرلمان، ودخلنا في نزاع بعد ذلك على الشرعية. نزاع الشرعية هذا استمر في حرب طويلة، وفي خلال هذا الحرب نزاع الشرعية استغل حفتر هذا الأمر وركب موجة مكافحة الإرهاب، وقام بشن يعني حروب على خصومه بحجة مكافحة الإرهاب، واستطاع السيطرة على جزء من المنطقة الشرقية ثم الامتداد إلى الجنوب، والآن في محاولة أنه يستولي على طرابلس. طبعا نقطة مهمة أقولها أن هذا النزاع يعني حل من خلال اتفاق في المغرب سمي اتفاق الصخيرات أو الاتفاق السياسي، وأدى إلى إعادة إنجاز التعبير تقسيم السلطة وتقسيم القرار السياسي بين مجلس رئاسي وهو تنفيذي وله صفة رئيس الدولة، وبين مجلسي تشريعيين هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. ولكن للأسف الشديد لم يرتضي مجلس النواب بهذا الاتفاق الدولي، وقام بمحاولات أخرى، فكانت فيه جهود دولية من قبل البعثة الأمم المتحدة لعقد ملتقى يضم كل الليبيين، وكان حدد له يوم 14 فبراير. حفتر هاجم العاصمة يوم 4 فبراير في وجود الأمين العام للأمم المتحدة، وكنا على أبواب الذهاب إلى الملتقى الوطني الجامع الذي كانت آمال الليبيين معلقة عليه بحل الأزمة. فللأسف الشديد ما حدث من يوم 4/4 إلى الآن هو نزاع مسلح قوي، حتى الدول التي كانت متداخلة في الشأن الليبي تداخلا سلبيا على استحياء أصبحت الآن متداخلة جهارا نهارا، وطالت قائمة الدول المتداخلة. وللأسف الشديد هذا الوضع أدى إلى تهجير الآلاف، وأنا حذرت في لقاء مع ضحايا أيضا من المدنيين. نعم أنا حذرت في لقاء مع قناة روسيا اليوم قبل هذا الهجوم بحوالي شهرين، أنه إذا حدث أي اعتداء على العاصمة فإن تداعيات هذا الاعتداء سوف تطول حتى دول الجوار بما في ذلك تونس والجزائر وتشاد والنيجر بالدرجة الأولى. هو بعد إنك سيد الرئيس، هل تعتبر أنه هذا الهجوم على طرابلس يعتبر إنهاء عمليا لاتفاقية الصخيرات؟ هل يمكن أن نتحدث الآن عن اتفاقية الصخيرات؟
هو ما نجموش نقولوا انه هو انهاء عملية لاتفاقية الصخرات، لان حفتر لم يعترف بهذه الاتفاقية منذ اول يوم الى يومنا هذا، وبالتالي هو موقفه لم يتغير. ولكن الاتفاقية تحتاج، يعني هو المفروض انه القوى الدولية تضغط على الجهة الشرقية وخاصة على خليفة حفتر من اجل الاعتراف باتفاقية الصخرات. اذا هو تجرأ على مهاجمة طرابلس يوم زيارة انطونيو غوتيريش لطرابلس، فكيف يمكن ان يؤمل من هذا المسار شيء؟ والله للأسف الشديد كل الدول ليس لديها، بما في ذلك المنظومة الأممية، ليس لديها وسائل للضغط وإلزام حفتر. هذه حقيقة يجب أن نقولها. نعم. كل ما نقول إذا كان ذهبنا لأي حل بهذا الحل، ما هي الضمانات بما في ذلك برلين؟ وأنا سألت السفير الألماني في ليبيا، تلقيت به من أسبوع في تونس، سألت سؤال مباشر، ما هي الضمانات لإلزام حفتر بأي اتفاق قادم في برلين؟ فقال لا ضمانة. نعم. موضوع، بما أنك طرحت موضوع برلين، ولو أنه ما زال بكري شوية على مؤتمر برلين، يعني هو في المستقبل، ولكن دبلوماسية المؤتمرات هذه اللي تخلت ليبيا والتجربة الليبية منذ بداية الأزمة، كيفاش تقيمها؟ وهل أنه خاصة أنت أعطيت ملاحظة أنه قلت ما ثمش ضمانات، فكيف يمكن أن تستمر دبلوماسية المؤتمرات وأن تفعل وأن تأتي بثمار إذا كان ما ثمش ضمانات؟ أنت شنو رأيك في المسألة هذه؟ أنت ذكرت موضوع المؤتمرات، طبعا كان البداية بالصخيرات وأعتقد أنها كانت ناجحة لولا الرفض اللي من قبل حفتر. صحيح. بالنسبة للقاء باريس، نحن نعتقد أنها كانت محاولة لإدماج حفتر في العملية السياسية وباءت بالفشل. مؤتمر باليرمو كانت محاولة إيطالية أن يكون لها دور سياسي وأيضا باءت بالفشل. لكن بتاع ألمانيا الآن برلين يختلف شوية، لأن برلين الآن تحضر تحضيرات طويلة الأمد. إلى الآن التقوا كل الأطراف اللي هي معنية بالشأن الليبي، التقوا ثلاث مرات، يوم 20 عندهم اللقاء الرابع. نعم. في تحضير. قبل الحديث عن مؤتمر برلين المزمع عقده في غضون هذا الشهر، شهر نوفمبر 2019، هناك يعني مبادرة طرحتها أنت سيادتك السيد خالد المشري، ربما مبادرة شخصية من عندك أنت، ربما لحلحلة الوضع في ليبيا. كانت تتحدث عن أبرز ملامح المبادرة هذه، وربما هل لها علاقة بمؤتمر برلين؟ نعم. احنا في ليبيا فيه مشاكل متعدده، جزء منها يتعلق بالمشكله الدستوريه، وجزء يتعلق بانهاء المرحله الانتقاليه، وجزء يتعلق بالحرب القائمه، وجزء يتعلق بضمانات او باجراءات تعزيز الثقه. الجزء الاول يتعلق بالدستور، الدستور انجز من قبل هيئه منتخبه والمفروض يعرض على الاستفتاء، وحفتر ومن معه يرفضون عرض هذا الدستور على الاستفتاء. انا قلت اذا الى حين امكانيه عرض هذا المشروع الدستور على الاستفتاء، ناخذ من هذا المشروع الباب الثالث، وهو ما يتعلق فقط بالانتخابات وما يتعلق بالشروط والاشياء الاجرائيه التي تتعلق بالانتخابات حتى يمكننا الذهاب الى الانتخابات. فنحن لم نتجاهل في هذه المبادره عمل الهيئه التاسيسيه، وفي نفس الوقت لم يعني نرفض هذا الدستور او نقبل. ما يتعلق بالاجراءات تعزيز الثقه ذكرناها تحديدا، وخاصه ما يتعلق بالمصالحه. وللاسف الشديد وباعتباركم اعلاميين، انا اقول وبصراحه من هذا المنبر ان 80% من مشكله ليبيا كانت من الاعلام، والاعلام الممول خارجيا حقيقه، الاعلام المحلي الاعلام المحلي في ليبيا. انشئت العديد القنوات التي لا هم لها ليلا نهارا الا اذكاء النار بين الليبيين، وزي ما اقول كل واحد يلقط في القش للطرف اللي معاه، وهذه طبعا للاسف الشديد يعني اثرت بقوه. الاشياء الاخرى، طبعا نحن طرحنا المبادره قبل مؤتمر برلين عمدا، لاننا لا نريد للمساله الليبيه ان تكون كل الاوراق الليبيه موجوده في يد الخارج. نحن مبادرتنا تركزت بشكل أساسي على دور كبير لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة باعتبارهم أجسام منتخبة من الليبيين، وأن هذه أوراق الحل في ليبيا يجب أن تبقى في أيدي الليبيين قدر الإمكان. هل لمجلس النواب في الشرق إمكانية الحركة وخلينا نقول التفاوض وتقديم التنازلات في ظل السياق الشرقي اللي أنت تعرفه؟ للأسف هو مجلس النواب ما عادش فيه مجلس نواب بالمعنى الدقيق للكلمة، هو عدده 188، منهم حوالي 18 طلعوا من مجلس النواب، قعدوا 170 مشتتين ما بين 30 30 30، تقريبا 3 أو 4 مجالس نواب إذا جاز التعبير. وبالتالي نحن ذكرنا في الحل السياسي، أول نقطة في الحل السياسي هي
تجميع مجلس النواب أو التئام مجلس النواب بشكل صحيح وخروجه من تحت. أنتم تعرفوا أن عضو واحد من مجلس النواب انتقد حفتر وهي مرأة، وتعرفوا ما قيمة المرأة عند الليبيين، ومع هذا خطفت من بيتها وأطلق النار على زوجها وهو دكتور مشهور على رجليه، ويعني الأرجح الأخبار عندنا أنها قتلت في اليوم الثاني لاعتقالها تحت التعذيب. وبالتالي نحن يعني في سلطة مرعبة موجودة في الشرق سلبت القرار ربما الأخ. نعم بس سي خالد لهنا اليوم الأطراف الليبية الكل تتحدث على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار. نعم. هل تعتقد أنه الاعتراف؟ لا مش الكل. نعم يعني حفتر يقول ما فيش حوار. نعم الاعتراف الاعتراف بالانقلاب بقوة سلاح على نتائج الانتخابات التشريعية. نعم. ألا يعد خطوة أولى لي يعني خلق توافقات اليوم؟ يعني حكومة طرابلس والأطراف التي تسيطر على طرابلس لا تعترف بكونها انقلبت على نتائج الانتخابات بقوة سلاح. هل لا هذا غير صحيح؟ ما هو احنا خلينا نبني كلامنا على قاعدة صحيحة. نحن لم ننقلب بقوة السلاح، نحن ذهبنا انا شخصيا كانت القضية، لكن نتذكر الهجوم على طرابلس. لا خلينا نمشي واحدة واحدة. في 2014 عندما يعني ذهبنا إلى الانتخابات كان فيه شرط في الانتخاب، وهذه مسألة قانونية، أن أي منتخب لابد أن يمر على قانون النزاهة، لابد أن يمر على قانون معين، وهذه فترة 15 يوم. تم إسقاط هذا الشرط وذهب إلى الانتخابات بدون هذا الشرط وطعن في صحتها. عندما طعن في صحة الـ هذا الإجراء وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الحكم لصالحنا، نحن تشبثنا بهذا الحكم. لكن الحكم سي خالد سامحني اصدر بعد الهجوم على طرابلس، وهذا معلوم، يعني بعد الهجوم على طرابلس والهجوم على مطار طرابلس وافتكاك مؤسسات الدولة من قبل المجموعات المسلحة التي تتواجد في مصراتة، صدر بعدها الحكم للمحكومة الدستورية. فجر ليبيا. نعم. فجر ليبيا تمت عمليا قبل حتى استلام البرلمان لمهامه. فجر ليبيا عملية منفصلة على النزاع السياسي. فجر ليبيا كانت هي عملية فيه أطراف متنازعة على السيطرة على بعض الأشياء اللي كانوا من خلالها، يعني بعض الرؤساء لو كان مسيطر على المطار يقول المطار خير من 60 وزارة، فكانت فيه استنفاع. بداية الحرب في فجر ليبيا كان قبل انعقاد مجلس النواب. إذا الحرب فجر ليبيا لا علاقة مباشرة لها بموضوع الشرعية من عدمها. هذه نقطة مهمة، وهذا تسلسل زمني، يعني الأيام الواحد ما يقدرش يلعب فيها تقول هذه يوم 6 وهذه يوم 10 مثلا، هذه هي شيء واضح يعني. لكن نحن التزمنا بالتسليم لمجلس النواب قبل صدور حكم المحكمة، التزمنا بالتسليم كمؤتمر وطني عام، وذهبنا في جلسة لغرض التسليم. ولكن البرلمان للأسف لم يعقد بشكل صحيح منذ أول جلسة. أول جلسة عقدت في طبرق وكان المفروض تعقد في بنغازي، كانت الدعوة للجلسة أنها دعوة للتشاور وليست جلسة أولى، تشاور للأعضاء النواب. أول ما وصلوا اختاروا رئاسة فهي باطلة أيضا وفيها أحكام أخرى مستقلة. على كل حال فضل. على كل حال بعد إذنك جيهان، هو أنا أتصور أنه لازم نحكيه على المدى القصير والمتوسط، لأنه لا. العودة ل 2012 و 2014 حتى 2015 مش باش يفيد برشا. نبو الحل في الحالي فعلا، يعني لأنه في تونس تعلمنا أنه بقد ما تكون النقاش دقيق بقد ما يسهل أن نجد أن نقترب من الحل. فالوضع الآن أنه طرابلس هي عندها خط نار على جنوبها، ثم إشكالية الطرهونة اللي يعرفوها التوانسة والليبيين. الآن انعدام الثقة، وأنا قريت الخمسة نقاط اللي أنت تقدمت بهم في المبادرة متاع سيادتك. موضوع انعدام الثقة هذايا أظن أنه مشكلة يصعب التعامل معها من دون الاتفاق على قواعد اللعبة السياسية، بمعنى أنه النقطة الأولى والنقطة الثانية في مبادرتكم هي مرتبطة أساسا مرتبطة بالنقطة الخامسة بشكل مباشر. فكيف تتصورون إمكانية الاتفاق على قواعد اللعبة دستوريا وسياسيا من أجل أن تبنى الثقة ومن أجل أن ينتهي هذا التفتت الليبي؟ هو إجراءات بناء الثقة تعتمد في ليبيا. شوفوا ليبيا لعل من مزاياها وعيوبها أنها دولة غنية، يعني أنا مرات نقول ربما القوة المتداخلة في ليبيا سيب تونس، لأن تونس أقل غناء من ليبيا في الثروات بدون أدنى شك. نعم، فهذا سبب في التدخل، ولهذا نعتقد أن جزء من إجراءات بناء الثقة هي يعني الشفافية
هي المحاسبة، هي اختيار في خاصة في المناصب التي تتعلق بالمال زي المحافظ المركزي، زي موضوع المؤسسة الوطنية للنفط، زي وزير المالية، اختيار أشخاص يكونون يعني بعيدين على الصراع السياسي، هذا يساهم في الحل أو يساهم في إجراءات تعزيز الثقة. لكن موضوع السلاح هو اللي زاد، ثم المال وثم النفط وثم السلاح. لا، السلاح ما هوش موضوع حساس كبير. شوف ليبيا فيها تقريبا 23 مليون قطعة سلاح، وهذا قبل يعني هذا قبل الحرب الأخيرة، يعني كارثة. حصد كل ليبي ثلاثة قطع سلاح بما فيهم الدبابات. بما أننا نحكيه على أسلحة سيد خالد مشري، خلينا نحكيه على المواجهات اللي في الأرض الليبية منذ 2011 وهجومات قوات المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، مواجهات أوقعت لحد الآن تقريبا 1100 ضحية، من بين 2000 ضحية من بينهم عشرات المدنيين. هناك اتهامات لدول أجنبية اللي دخلت في الوضع الليبي وأجت الصراعات وحتى عرقلت المفاوضات الأممية لحل حالة الأزمة في ليبيا. لشكون توجهوا اليوم أصابع الاتهام؟ شكون الدول اليوم الأجنبية تدخل بوضوح في ليبيا؟ أول دولة دخلت في كل دول الربيع العربي وليس في ليبيا فقط، وأنشأت غرفة لزعزعة ثورات الربيع العربي، هي الإمارات. الإمارات نادى الدحلان باعتباره زعلان في الوقت هذاك من الإسلاميين اللي في غزة، وعملت غرفة حطت فيها من ليبيا واحد اسمه محمد إسماعيل، وحطت فيها من مصر، وحطت فيها من اليمن، وحطت فيها من كل الدول. وهذه الغرفة هي التي أشرفت وبأموال ميزانية مفتوحة، عندكم حتى تريليون دولار ما فيش مشكل. مهم أن هذه الثورات لابد أن تنطفي، وهذا بداية التدخل في الشأن الليبي والشأن. وهذا طبعا أنشئت بالبداية بهم إذاعات وقنوات، وبدأ شراء بعض يعني المسؤولين وغير ذلك، وهذا هو اللي زعزع الإمارات هي بشكل مباشر. يعني نحن لدينا الآن وثائق، مش وثائق، لدينا أدلة قطعية قدمت الأمم المتحدة. مثال، من حوالي شهرين أو ثلاثة قصف مقر موجود فيه اللاجئين أو المهاجرين هجرة غير شرعية اللي نحطوا فيه في مراكز إيواء. هذا القصف تم بطائرة إماراتية، لأنه تم بطائرة F-16، إحنا ما عندناش ليبيين F-16. الصاروخ اللي طاح بقاياه موجودة، النمبر متاعه موجود، وعند مراجعة السلسلة هذه بإجراءات رسمية اتضح أنه هو صاروخ إماراتي. ولكن في المقابل خصومكم في الشرق يتهموا أن حكومة طرابلس هي واقعة بين أيادي ميليشيات ما تخليهاش تعمل عمل سياسي طبيعي، وهي ممولة أجنبيا أيضا. بقى كويس، لو نجو لموضوع الميليشيات فقط نستسمحك سي خالد، طبعا احنا لهنا مرفق عمومي الإذاعة الوطنية التونسية، تصريحاتك أنت باتهام دولة الإمارات تلزم شخصك أنت، بما أنه احنا لهنا مرفق صحيح. نعتمد الحياد في لا شوفي، احنا هذا الكلام نقوله في بيانات رسمية، وقدمنا فيه شكاوى رسمية إلى 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 واضح. إلى الأمم المتحدة، وذكره السيد رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج من على منبر الأمم المتحدة. يعني هذا احنا كلام لكن لا نخفيه، ولدينا عليه من الأدلة ما يجعله. وعفوا لو سمحت لي، يعني آخر شيء دولة تجيب قوة عدوة، تصور انت في صراع مثلا لا قدر الله قوة منشقة في دولة، يجيب رئيس هذه القوة يلبس بدلة عسكرية ويخش في دولة أخرى ويأتي فيها بمؤتمر صحفي، هذه أدلة لا تحتاج يعني للشمس إلى دليل. لكن سي خالد في المقابل تعترفوا زيادة بتلقيكم دعم من تركيا وقطر. كلا، نحن لم نتلقى دعم من أي جهة. لكن يعني في آخر لقاء ما بين السيد أردوغان والسيد فايز سراج كان هناك تصريح من السيد أردوغان أنه يعني يدعم حكومة طرابلس. شوف الدعم، إذا كان تقصد دعم سياسي، حتى الدول المعتدية علينا تقول نحن ندعم فيكم سياسيا ومعترفين بكم. كلا، كان تقصد دعم معنوي أو مادي أو سلاح، هذا غير صحيح، غير وارد نهائيا. نحن الدولة الليبية حسب الاتفاق السياسي حكومة الوفاق هي الحكومة الوحيدة التي يجوز لها شراء أسلحة لا تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وهذا ما فعلناه مع بعض دول الصديقة. أما المعونة لم يعاوننا أحد. سيخل بلي في نفس الموضوع، فما برش تقارير إعلامية تتحدث عن مجموعة روسية مسلحة موجودة تقاتل ضمن مجموعة يعني قتل منهم عددا في طرابلس، قتل منهم عدد في جنوب سرت. الأعداد اللي تأتينا بتقارير مخابراتية واستخباراتية مأهولة
من الذين قتلوا خاصة في جنوب سرت. يعني الآن المعلومات التي لدينا من مجموع القتلى من شركة فاغنر يصل إلى 53 قتيل، وهذا رقم كبير جدا، أعتقد هذا أكثر حتى من اللي ماتوا في سوريا. تفضل أيمن. لا فقط اتهام اتهامكم بأنه أنتم كحكومة وأنت كدولة واقعين تحت ضغط ميليشيات على الميدان وهي التي تفرض إرادتها عليكم، كيف تردون؟ بالعكس، احنا قررنا مستقل. شوف، موضوع الميليشيات هي يقصد بها قوات الثوار الغير منظمين عسكريا او غير شرطة واللي شاركوا في الثورة. هذه القوة انضمت وكانت فيه خطط بالتوافق مع الامم المتحدة، ضمت تحت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وهم مؤطرين تأطير رسمي. لكن اننا نجي للناس اللي شاركت في الثورة واللي ازاحت النظام السابق ونقول له شكرا، شكر الله سعيك ويطلع روح، هذا ما كلام. لكن انت يعني في المبادرة في النقطة المتخصصة المتعلقة بالامن، النقطة الثالثة، تدعو الى ضم المزيد. صحيح. عن اي مزيد تتحدث؟ شوف، صدر قرار عن المؤتمر الوطني العام، قانون صدر قانون على المؤتمر الوطني العام يدعو الى انشاء جهاز هو يشبه جهاز الحرس الوطني في تونس، وسمي ايضا جهاز الحرس الوطني، وهذا الجهاز هو قوة وسيطة ما بين قوة الجيش وما بين قوة الداخلية، ويكون مسؤول على حماية المنشآت. ونحن ندعو إلى تفعيل هذا القانون، نحن ما ندعوش إلى حاجة جديدة. عندما كان المؤتمر الوطني العام هو السلطة الوحيدة في البلد، أصدر قانونا لا غبار عليه ولا غبش فيه، يدعو هذا القانون إلى إنشاء هذا الجسم، ونحن دعونا إلى ضرورة تفعيل هذا القانون. نعم. آخر سؤال لو تسمح، هو سؤال ملحة سيد خالد المشري من جمش، نفوت الفرصة منسأله لكش. أبرز ملف يهمنا احنا اليوم كصحفيين هو ملف اختفاء الصحفيين إلى حد الآن في الأراضي الليبية، الصحفيين زميلين سفيان الشرابي ونذير لكتاري، هل هناك جهود من سيادتكم في الاتجاه هذا في حالة الملف هذا؟ طبعا يعني عندما كانت المنطقة اللي اختفوا فيها مجهة جدابية تحت سيطرتنا حاولنا نبذل جهود، لكن هذه المناطق هي واقعة بالكامل تحت قوات حفتر، وبالتالي الآن نحن لدينا كل ما يحدث في هذه المنطقة غامض، بما في ذلك الهجوم الأخير على بعثة الأمم المتحدة وقتل أعضاء فيها، وبالتالي نحن نقول أن هذه المعلومات هي ربما تكون موجودة عند الشيرة الثانية أكثر ما هي موجودة عندنا. لكن أنا في قبل الختام أؤكد على أن الاستقرار في ليبيا هو أكبر دواعي النمو في تونس. نحن نعتقد أن فيه إمكانية لإنشاء شراكة ليبية تونسية. الشعب الليبي لا يمكن أن ينسى منه وقف معاه ودار معاه الخير في 2011، وكان كنت أنا المسؤول على الليبيين اللي موجودين في تونس من ناحية الإيواء والإقامة والأشياء هذه، وما رأيته من الأخوة في تونس من فزعة. إذا يعني نقول إحنا هذا الأمر لابد للشعب الليبي وللحكومات الليبية المتوالية أن تعطي أهمية خاصة للتنمية والنمو في تونس ومحاولة إزاحة كل المشاكل الاقتصادية، وبعون الله ستكون ليبيا وتونس هما أكبر الشركاء الاقتصاديين في المنطقة إن شاء الله. واضح. شكرا نعشة. أيمن كان عندك سؤال؟ كان بيودي لو كان حكينا على العلاقات التونسية الليبية وهي ملف كبير أشار سيادة الرئيس، إن شاء الله في مناسبة قادمة نستفيد فيه، لأنه فعلا نحتاج إلى التعاون التونسي الليبي من أجل ربما أن ليبيا تستفيد من التجربة التونسية، لما لا، وأيضا ربما أنه بعد ما تنتهي الأزمة إن شاء الله تونس تساهم في إعادة أعمار ليبيا، وهو أمر نأمله ونظنه قريبا إن شاء الله. واضح. شكرا لك. شكراً لك سيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، شكرا على قبولك الدعوة وحضورك معنا هنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، والدعوة مفتوحة عليك في كل مرة تكون في تونس تجيب حظنا وتعطينا آخر تطورات في الوضع الليبي، وطبعا نتمنى كل الخير والاستقرار للشعب الليبي الشقيق. نرجع بعد